we have another example for design of flat slab. This example has been taken from the last week. So we are just going to proceed for this. هذا المثال أخذناه الأسبوع الماضي راح نرجع أسره نرجع أسره حاليا نكمل. طبعا السنتر تو سنتر كولوم كان باتجاه الـ X-axis 6.3 متر باتجاه الـ Y 5.3 متر. الكولوم كان مربع سكوير كولوم 0.3 في 0.3 عليه ندور ديد لود زائد النايف لود X not included سيرفويد حسبناه وطلعناه ونطلع اللود الألتيميت لود 14 كيلو نيوتن بير متر. طيب بعدين اخترنا slab thickness وبعدين اخترنا dimensions وبعدين رحنا تشيكنا الدايمنشن مال هذا slab thickness satisfied one way shear criteria and مثل ما شفنا هون one way shear طلعنا واذا كان two way shear one way shear باتجاه x axis واذا كان punch shear حكينا لنا هذا كله في المحاضره السابقه تعلمنا كيف نحسب وكيف نزيد سمك السقف وبالاخير صار سمك السقف كم كان سمك السقف طلع كريتيكال وبعدين قلنا يوز اج يساوينا 240 او 250 فبالحاله اخذنا اج يساوينا 250 قلنا اج يساوينا 250 و اج يساوينا 250 دي افكتيف ديب طلع عندنا كم؟ 220 افكتيف ديب 220 طيب وهذا قلنا ايش راح يكون؟ راح يكون سيف فور بانش شير ليش؟ البانش شير ايش قد يحتاج؟ يحتاج 189 او 190 ملم اخذنا 133 ملم قطعا راح يكون سيف فور بعدين اخذنا ملاحظه قلنا اذا بانشير اذا كان كولوم دائري بهذا الشكل كيف ممكن نحسب البانشير؟ قلنا البانشير راح يكون ما يصير مربع راح يصير اشون راح يصير دائري وحسبنا هاي الدائري قلنا كيف ممكن اتفقنا انه الدائري يكون مربع هسه اليوم بس نكمل المثال وناخذ فقط باتجاه الاكس ما ناخذ باتجاه الواي يعني فقط باتجاه الاكس اكسس نصمم حتى ما تخرب عليكم الموبايل فقط باتجاه الاكس اكسس اللي هو 6.3 متر اول شيء اجي ارسمه الاعمده وبعدين شوفوا من الاعمده اريد اطلع اشقد داتو ارك الكولم سترب والميدل سترب بالاتجاهات الاثنين، هاي مهمة جدا تكتبوها لها حتى تحسبوها بشكل صحيح، هاي قلنا 5.3 متر وهاي قلنا 6.3 6.3 متر طيب هذه بهالحالة منو اقصر دايمنشن؟ 5.3 لو 6.3 اقصر راح يكون هذا 5.3 5 ناخذ ال 5.3 ونقسمه على 2 ونرسم دائره. 2.65 نرسم هاي الدائره هون نرسم هاي الدائره هون هذه راح تكون كم؟ 2.61 نفس الكلام الكولوم هالشكل الكولوم الثاني هون وهذا من هون مستمر صحيح؟ هذا عرضه كم؟
هالشكل، لأنه هذا عرض هذا اللي هو إيش قد داتم راح يكون B يساوي إيش قد 2.65، وهذا إيش يسمونه كولوم 5 3. نفس الكلام هذا هنا، وهذا من هون مفتوح، شوف علينا مطلوب بس هذا الكولوم ستريب هوني نحط تسليح عرض هذا ايش قد داتو 2.65. ولا عندي الثاني اللي هو إيه هذا الوسط اي كم راح يكون عرضه؟ شوف هذا هسه ايش قد عندي انا 2.6، من هون الى هون كم، ومن هون الى هون كم؟ واقول هذا عرضه كم، وارجع اسد من هون هذا هم حتى اعرف انه هذا ايش اسمه ميدل ستريب. البي تبعه كم؟ 2650 ملم. واضح؟ واضح هذه؟ أحد عنده سؤال عليها؟ ما أعرف. هذه رقم ستة، رقم سبعة. نجي نحسب اللود اللي يصير على طبعا هذا العمود اللي قلنا عليه إنه هذا. خلي علينا المسافة هاي 5.3 متر. هذا علينا حمل ايش قد؟ كيو يو 14 كيلو نيوتن بير متر سكوير او كيلو باسكال. So we have to convert this one to line load. يعني لازم نحوله هذا الى حمل خطي حتى نخلينه على الميدل ستريب ونحطه على ايش؟ على الكولوم ستريب. فحتى احوله على الميدل ستريب لازم ايش بينه هذا؟ اضربه بهذا نضرب 14 في 5.3 في 5.3 في هاي المسافه، احوله الى حمل موزع اي هون، فراح يكون هذا دبليو كابيتال ما كيو يو، راح يكون 14 في 5.3 74.2. شوف كيلو نيوتن صار ايش لكل متر، كيلو نيوتن لكل متر. هسه هذا حمل ايش بينه؟ هذا حمل صار حمل خطي لاين لود. هسه هذا اوزعه على السكشن. اجي اول شيء اطلع هو هاي المسافه يسمونه LU ايش يسمونه؟ المسافة الصافية اللي من وجه الكولوم إلى وجه الكولوم. أنا عندي هذه من سنتر إلى سنتر 6.3 صح؟ ايش قد بقى لي إذا سحبنا من هون 0.3 ومن هون سحبنا 0.3 على 2؟ 6 يبقى عندي 6 عندي. واضح يا شباب؟ نجي نحسب المومنت. يعني كيفكم تريدون بفضل هالشكل؟ انا هذا راح يكون نيجاتيف مومنت، وهذا راح يكون عندي بوزيتيف مومنت، او بالعكس ايضا ممكن حسب ما هو. ممكن ترفع الورقه؟ اي نعم ممكن. مجموع هذا المومنت باتجاه النيجاتيف والبوزيتيف راح يكون المومنت ام نوت اللي هو
دبليو ال يو ال سكوير يعني سكوير على 8 واضح. فراح نجي اس 10 يساوي لنا 70 74.2 في 6 سكوير على 8 يعني معاه في 6.3 10 يساوي لنا 334 صحيح. معناته هذا المومنت من هنا الى هنا كله بالنيجاتيف والبوزيتيف 3 3 4 اوكي هذا العزم كيلو نيوتن لكل متر. نجي هذا العزم اللي هو 334 راح ياخذها منه راح ياخذوا جزء يتحملوه الكولومز اللي هو ايه هذا وجزء اخر يتحملوا الميدل ستريب وجزء اخر يتحملوا النيجاتيف بالكولومز ستريب البوزيتيف بالكولومز ستريب على ضوء راح نوزع حديد التسليح. لا تدخل بيها هسه نشوف هذه هاي واضحه الى هوني ما في مشكله هسه نجي نعمل هوني هسه نجي نعمل جدول وهذا الجدول عندي شغلتين اللي هي راح تكون المومنت لونج اللي كنا اخذناها اشهر ذاتي 330 34 كيلو نيوتن لكل متر لازم اوزع على منو على كولوم تريب وعلى ايش على ميدل بالكولوم ستريب ايش قلنا اكو نيجاتيف مومنت واكو بوزيتيف مومنت بالوسط وبالميدل ستريب كذلك اكو نيجاتيف مومنت واكو بوزيتيف مومنت. ونجي اول شيء نحسب الفاكتورات اللي احتاجها فاكتورات اول فاكتور ايش عندي الفاكتور اللي كولوم ستريب وميدل ستريب ايش قد ياخذ الكولوم ستريب الفاكتور لازم اروح على البرزنتيشن حتى تشوف 75% اها اروح على البرزنتيشن لو واضحه هاي تعرفون منين تجيك لا صد ما يحتاج واضحة هاي واضحة هذه 0.75 هذه ايش قد تاخذ الفضلة مالتها 0.25 هذا ايش قد ترجع تاخذ النيجاتيف مومنت بوزيتيف مومنت 0.35 0.6 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
الثاني مال النيجاتيف والبوزيتيف مومنت هذا ايش قد ياخذ؟ 65% الجواب اي 65 هذا هذا 65 هذا ايش قد ياخذ الفضله مالك اللي هو ايش قد؟ 35 هذا 65 ولا 35؟ لا هوني 35 ما تمام؟ ايه تمام هوني 65 كل نيجاتيف 65 65 كل نيجاتيف هذا للايش للاشارات كل نيجاتيف ياخذ 65 65 نيجاتيف البوزيتيف ياخذ واضحه هذه يا شباب هاي منين جبناها جبناها من خلينا نروح على الفورم بس ذكروني نسد الباوربوينت حتى لا يصير انه مشكله يعني حتى تطلع الكتاب هتشوفون البرزنتيشن يا شباب. شوف اول شيء حسبنا كيو يو في ال2 ليش ال2 المسافه بالاتجاه الاخر في ال يو ان او ال ان المسافه الصافيه سنتر يعني فيس تو فيس مال كولوم على 8 طلعنا بعدين قلنا
النيجاتيف مومنت ايش قد ياخذ 65 فوين اكو نيجاتيف مومنت حطينا وين اكو ماينس حطينا 65 يعني وين اكو ماينس حطينا 65 وين اكو بوزيتيف اشاره حطينا 35 وزعناها مثل ما موجود هون يا ساكن 65 65 65 على النيجاتيف 65 على النيجاتيف وعندك 35 على البوزيتيف 35 على البوزيتيف التوزيع الثاني جينا قلنا الكولوم ستريب هون بالكولوم ستريب وين بالنيجاتيف مومنت ايش قد اخذ اخذ 75% بعدين الميدل ستريب ايش قد اخذ اخذ 25% بعدين جينا على الايش على البوزيتيف مومنت شوف البوزيتيف هذا بوزيتيف مومنت ايش قد اخذ الكولوم ستريب الكولوم ستريب بوزيتيف مومنت اخذ كم 60 هذا وايضا الفضله مالته اللي هي 0.4 اخذها منه الميدل ستريب واضحه هاي النينجل طيب بس نسيب البرزنتيشن هسه رجعت شاشة واحدة على التمام تمام راح البرزنتيشن طيب الخطوة الثانية ايش راح اعمل راح احسب الفاكتور مومنت الفاكتور مومنت ايش عندي البي او العزم 334 كيلونيوتن بير متر لازم اوزعها ف334 في 0.75 في 0.65 ايش قد يعطينا ساد 163 70 و 54 47.27 47 طيب هسه نرجع ايش نعمل؟ لا استاذ هاي 45.3 شيله استاذ بوينت اوكي اجمع مساء يا محمد 134 ما يخاف بس حتى الشباب يعرفون 163 زائدا 70 زائدا 54 زائدا مجموع هذول كل اللي المفروض ايش قد يعطي 334 اذا اوكي تعرف انه هذا وزناها بطريقه صحيحه كل واحد اخذ حصته او نصيبه نرجع اخذ بي نرجع البي ايش قد داته البي موجود هنا 2650 للجميع هذا بايش قلنا هذا in x axis يعني باتجاه ال x direction او باتجاه ال ايش يسمونه باتجاه long كان طويل 6.3 متر اوكي باتجاه 6.3 متر يعني باتجاه البقيه الميدل ستريب ايش بها شويه راح تتغير هاي الارقام هاي تبقى نفسها بس هاي تتغير ليش لان الكولوم ستريب دائما دائره نرسم حوله ظل عندي ايش البي ظل عندي الدي الدي ايش قد عندي قلنا اخذنا له الدي 220 دي كامل لو عندي باتجاه اخر راح يصير عندي 210 اوكي او 205 شوي اقل الان ظل عندي اف سي برايم ايش قد كان 25 والاف واي 400 اذا بس الوقت 400 طيب ظل عندي هسه نحسب اي اس مينيموم حتى من هسه نخلص منه اي اس مينيموم اي اس مينيموم ايش يساوي لنا حتى قبل لا ندخل يساوي لنا 0.2 تمام نكتب اي هون كبيره رو في بي في دي 0.2 في بي في اج 0.2% يعني ايش قد لازم تكون؟ لازم تكون 0.2 على 100 في البي ايش قد ذاته؟ 2650 في ايج ايش قد ذاته؟ 250 ستطلع اول واحده 1325 هذا طبعا كله تقشني ملي متر سكوير
ظل عندي هسه نحسب الرول اكتوال نحتاج عشان نحتاج رول القانون الطويل اللي ما علينا درجه. اول شيء تاخذون ايش؟ تاخذون عزم، تاخذون إيه هذا العزم، إيه هذا فقط تحتاجونه لكل مساله. إيه هذا يلا اعطوني سادة. اول واحد يطلع اول واحد 0.365 بالمية. ها بالمية؟ لا لا استاذ 0.365 ايه بالمية استاذ 0.365 6 5 والبعده 0.156 هذا مع هذا. شوف يا شباب شوف الساعة اللي بعده ايش طلع لي 0.156 156 هذا بالمية اقارنه مع ايش؟ مع 0.2% اللي هو ايش؟ المينيمم. فنشوف اي عزم 70 وجواته راح يطلع لي اقل من الرو مينيمم، فما يحتاج احسبه هذا. تعال نفسك. ليش؟ لانه 70 اعطاني 0.165. ال 54 راح يعطيني اقل من 0.165. وال 47 بعد اقل من هذول الثلاثه. فما يحتاج احسبهم. ليش؟ لانه راح يطلع اقل من الرو مينيمم. واضح؟ اللي هو 0.2 فما يحتاج احسبه. واضح؟ بس انت المفروض تحسبهم، بس انت اذا حتتخيل ايش حيصير ما يحتاج تحسبه. واضح يا شباب؟ هسه نجي نحسب اي اس. استاذ اول واحد يطلع 2128 استاذ 8 ثاني واحد 909 شوف 909 ايش راح نعمل 909؟ نهملها وناخذ منه ناخذ الايس اللي بعده هم اقل. يعني راح اذا هذه العزم مالته 70 واعطاني 909 واهملناه، ال 54 العزم قطعا راح يعطيني اقل وراح نهمله ايضا، فراح يكون عندي منه الكنترول راح يطلع 7325 اي اس كلته راح تنهمل يعني. تمام. فالاي اس افيلبل الريكواير خلينا نقول المطلوب راح يكون عندي ايش؟ 2130 اي هون 1325 و1325 و1325. واضح يا شباب؟ هسه بعدين خلينا نفترض انه انا اريد اخلي حديد ابو ال 10، نخلي حديد ابو ال 10 ولا ابو ال 16 براحتكم. استاذ ممكن اخلي ابو ال 12، خلينا نخليه على ابو ال 12. اوكي. يوز هاشتاج ابو ال 13. او 12 ايش فداتي باي اس بار 113 هسه اريد احسب ان او اس يساوي لي ايش راح يكون؟ يساوي لنا اي اس على اي اس بار. نجي عندي هسه 2130 تقسيم 113 استاذ 19 يطلع عدل لو 19 بوينت سمثين. لا 18.8 تصير 19 18.8 سي اشقد 19 صح. اخليه اشقد دائر هذه اشقد تطلع 10 عدل ايه تمام استاذ 11 تطلع 11.7 دكتور 11.7 تمام 11.7 كذلك يعني سي ايش قد؟ 12. هسه اجي هذول بس اقدمهم لي قدام واشوف ايش قد احتاج. راح ارجع اقول راح ارسم الجدول هذا نفسه ارجع اقول مره ثانيه اللي هو التاسع عندك النيجاتيف مومنت بوزيتيف مومنت
ايش طلع لنا الان او اس اول وحده ايش طلع لنا حسب ان هي 19 الثانيه وحده ايش 12 هذا نريد نوزعهم شوف اول شيء نجي نعمله ايش نعمل ناخذ الكولوم ستريب ناخذ البوزيتيف مع الكولوم ستريب اوكي ونرجع نرسم هذا العمود الاول العمود الثاني هذا الثاني واضح هسا تمام دكتور تمام ماشي هذا ايش قلنا اسمه كولم بالكولم ستريب البي ايش قد 2605 نجي البوزيتيف شوف هذا الجزء ايش بينه بوزيتيف مومنت هذا الجزء شنو نيجاتيف مومنت نجي اول شيء اعمله احط البوزيتيف مومنت البوزيتيف مومنت وين راح يكون تحت ايش قد قلنا عليه راح يكون قيمته راح يكون قيمته كم 12 اخلي كم واحد منه اخلي نص بالتعادل 6 يطلع فوق فراح اخلي اول شيء اقول هذه هذا 6 هاشتاج 13 اشون راح يكون ST straight والبنت راح اعمله هالشكل شوف فوق الكوم لازم ايش يصير من العوج يطلع نحو الاعلى نفس الكلام هون العوج يطلع نحو الاعلى هذا راح اقول عليه انه ايش اقول 6 هاشتاج 13 بنت هذا هسه مجموع هذول الاثنين بالبوزيتيف كم اعطاني 12 وايش قد عندي انا احتاج 12 اجي اشوف الفضله ايش قد بقالي بالنيجاتيف دائما النيجاتيف اخلينه ايش اخلينه ليتر لاحق شوف هسه عندي انا احتاج 19 انا ايش قد جاني هذا وفر لي من هوني 6 هاشتاج 13 هذا بنت اتجاه واحد بس الاتجاه الاخر هون ايضا ايش عندي؟ ايضا يجي لي بنت باتجاه اخر يعني 7 اديشنال بالضبط فشوف عندي ايضا هون 6 عندي ايضا 6 هاشتاج 13 من الاتجاه الاخر بنت 2 خلينا نسميه ايوه بس 6 فأحتاج كم وحدة إضافي حتى أصل 19؟ ستة. أحتاج ستة. سبعة. ستة. سبعة. سبعة. سبعة additional. فراح أحتاج الشكل أقسمهم الشكل. سبعة. عليهم سبعة. أحتاج 12. تبقى عليها additional. خلاص انتهى المسألة بس إيش؟ هذه بالكولوم. شوفوا هذه منين جت؟ نفتح الورقة حتى نشوف ايش صار ده حتى بس حينه كان عندي عزم هذا العزم ايش قد قيمته 334 كيلو نيوتن بير متر حولتونه الى كولوم ستريب نيجاتيف مومنت بوزيتيف مومنت حول لي اعطاني 163.70 هذا العزم هذا التسليح بالنيجاتيف والبوزيتيف راح يقاوم لي ايش راح يقاوم لي 163 و70 كيلو نيوتن بير متر العزوم موجوده على الايش على الكولوم ستريب ضل ايش عندي ضل عندي الميدل ستريب لازم اخشع التسليح ايش قد احتاج حتى اخليه يعني. هاي واضحه احد عنده سؤال عليها طيب يعني ال12 نرسم وحده والبقيه يعني هم هيك ما فهمت عليك يعني نرسم واحدة منهم والبقية يعني ساعدنا 12 بالنيجاتيف 12 بالبوزيتيف وهنا هم 12 يعني واحدة منهم خلاص
ما فهمت ايش التقسيم الحين. يعني على هاي ال 12 كم وحده لسنة من هذول ثلاثه؟ نحن هسه بس عم نشتغل وينها يا مرسم يا يا بنت احنا ايه هذا نحن وين بعدنا؟ عم نحكي على الكولوم ستريت فقط ال 12 وال 19 هسه ال 12 حطينا بالنيجاتيف هنا ال 12 وحطينا بالبوزيتيف ثاني شيء هوني ايش قد 19 واضح هون صار عندي 19 وين صار عندي 12 هذول خلصوا من الكولوم بل عندي ايش بل عندي الميدل ستريت الميدل ستريت الميدل ستريب لازم ارسم سكشن مثل هذا بس لازم نغلقه اي نغلقه بس المشكله تعال بمسافه شويه بس نحن ما ينعقل نشتغل انسوا هذا مشكلة اوكي هذا مشكلة نحن راح نشتغل على وين؟ على الميدل ستريب نا الميدل ستريب الميدل ستريب عندي 12 بطنة فأجي أشوف كيف راح أوزع الـ 12 ستة بستة أجي أول شيء أنظر أيش أنظر كذلك وين أنظر لازم للموجب عن عليك سلام يا أمنا أرد أنسر أرد أنظر على ليش الموجب أحط الموجب أسفل اللي هو ستة أرجع أخليه هون أقول هذا ستة هاشتاج 13 والبين راح يكون بهالشكل أم ستة ستة هاشتاج 13 مجموعا بالبوزيتيف ايش قد صار 12 ل 13 12 ما راح نحتاج اديشنال معناها يا معناتي الناس هي ما راح نحتاج شيء ليش انه من هون ايضا الاتجاه الاخر 5 6 يصير 12 من هون ايضا 6 فصار عندي بالنيجاتيف ايش قد صار عندي صار عندي 6 ايضا هاشتاج 13 بنت 2 الاتجاه الثاني وهذا بنت 1 العفو بنت 1 هذا اي هذا بنت 2 معناته ما يحتاج هذا خلص وهذا استاذ هاشتاج 12 ل 13 تحط 13 خلينا يمكن ما لا ما هي المساحة تختلف يعني أنا حقاً أبو 12 المفروض يا شباب 13 12 واضح؟ أوكي هاي خلصت هذا البي مالتي ايش قدرته هذا عرضه 2605 نشتغل باتجاه الآخر لو هذا هو واضح هذا انت بتحلون باتجاه الآخر باتجاه الآخر نفسه بس راح يكون إعادة على اوكي راح ابعث لكم هاي الاوراق اريد اروح على شيء اخر خليني اوقف التسجيل هون خليني اوقف التسجيل هذا التسجيل